افتح المايك استاذة سعدية وابدأي قدمي استاذة دامي. ظهر العرض أستاذ فوزي. نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقائنا المتميز الذي يتجدد أسبوعيا مع فريق الاحتياجات التدريبية للقرن 21 في عصر رقمنا. هذا الفريق المتألق المتميز دائما بتقديم الجديد والمفيد لكل معلمين وطلاب الوطن العربي من المحيط إلى الخليج. سعيدة بانضمامي لهذا الفريق المتألق. محدثتكم سعدية أيوب أحمد، مشرف جروب الاحتياجات التدريبية لمعلمي وطلبة مملكة البحرين. وإليكم نبذة تعريفية عني. أنا معلمة لغة إنجليزية، سفيرة منصة ويكليت، معلم مايكروسوفت الخبير المبدع للعام الدراسي 2021-2022، مدرب ماستر من مايكروسوفت، معلم نيرباد المعتمد، دبلوم كاهوت الذهب، معلم أدوبي المبدع، خبير الفليب جريد، ومؤلف ومعلم ومعتمد لدى منصة بوك كرييتور. سعيدة اليوم بتقديم مدربتنا الأكثر من رائعة الغنية عن التعريف، الأستاذة مدربتنا المتميزة الأستاذة داليا كمال حامد هندي، فهي لديها الكثير والكثير من الشهادات والدورات التدريبية. فهي she is IT teacher. She has Bachelor of Commerce Accounting 1995 from Faculty of Commerce Ain Shams University in Egypt, a diploma in Educational Computer 1996 Banha University, ICDL Certificate 2004, Appreciation Certificate from Ministry of Education, and Appreciation Certificate from IT Academy. فهي خريجة كلية التجارة عام 1995 من جامعة عين شمس في جمهورية مصر العربية، حاصلة على دبلوم الحاسب الآلي عام 1996 من جامعة بنها، ولديها الكثير والعديد من الشهادات مثل شهادة الـ ICDL وشهادات كثيرة من Ministry of Education من وزارة التربية وكذلك من أكاديمية التكنولوجيا، وأيضا لديها الكثير من المهارات التدريبية المتميزة. على سبيل المثال وليس الحصر، MIE Trainer 2020، MIE Expert 2020، Master MOS 2010 in PowerPoint, Access Word Expert, Excel Expert, MOS PowerPoint 2016, MOS Outlook 2016, MOS Word Expert 2016, and MCE 23 CLD, MTA in Python, MTA in Mobility, MTA HTMLS L5, and ICDL. كثير والكثير من المهارات التدريبية. على سبيل المثال ليس الحصر، فهي مدربة معتمدة من مايكروسوفت، وهي معلم مايكروسوفت الخبير، ولديها شهادة ماستر في الـ MOS لعام 2010 في الباوربوينت والأكسس والوورد والإكسل، ولديها الكثير والكثير من الشهادات في هذا المجال. ونترككم لكي تستمتعوا بهذه الدورة المتألقة مع مدربتنا المتميزة. شكرا جميعا. ترجمة
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا مش عارفه اقول ايه على التقديم الجميله دي اصلا. ميرسي استاذه سعديه جدا، وميرسي طبعا استاذ فوزي ان هو يعني خلاني انول شرف ان انا ادرب النهارده مع المجموعه الجميله ديت، ويا رب كده التدريب ان شاء الله اكون عند حسن ظنكم. طبعا الورد طبعا كبير جدا، مش صغير، ومش ان هو يتاخد في يوم او كده وابقى خبيره فيه. على قد ما هو طبعا مفيد وحلو قوي، بس برضه هو ايه، لازم ممارسه جامد قوي. ان انا اخد موس فيه او ان انا اخد الماستر فيه، دي حاجه بسيطه مش حاجه صعبه. احنا النهارده مثلا ممكن ناخد، مش هبدا يعني من الصفر قوي، احنا ممكن ناخد بس ايه فكره تاني مثلا على الورد، ادخله ازاي، اتعامل معاه ازاي ببساطه في الاول، وناخد اكبر قدر ممكن النهارده ان شاء الله منه. وطبعا احنا في وعد اصلا من الاستاذ فوزي ان هيبقى في لقاء تاني ان شاء الله. ممكن اللقاء التاني دوت ناخد اللي هي الحاجات اللي انا مجهزاها، اللي هي يعتبر الجزء التاني من الورد، وكمان نحل الاسئله ان شاء الله بتاعت الموس 2016 باذن الله. يعني كده صوتي واضح يا استاذ فوزي والدنيا تمام؟ ابدا. توكل على الله استاذتنا، صوت واضح وكل شيء تمام. طيب ان شاء الله تمام، كل لقاء ممتع ان شاء الله. تفضل. باذن الله. طيب انا هعمل بس شير سكرين طبعا عشان نبدا بقى نشتغل. طيب اطمن بس الشاشه بتاعتي اتشيرت كده خلاص استاذ فوزي؟ الشاشه ايوه مشيره ان شاء الله. اطمن بس. ماشي اوكي. لا طيب. ان شاء الله وانطلقي لو في اي حاجه هنديكي اشاره ان شاء الله. خلاص اوكي ماشي. طيب انا دلوقتي المفروض ان انا اول حاجه اصلا عايزه احمل الوورد او عايزه اشغل برنامج الوورد بتاعي. طبعا ممكن كذا طريقه. انا هنا شغاله على وورد اللي هو الخاص بأوفيس 365، هو زي 2016، فما فيش أي حاجة يعني. كل الحاجات هنا هتلاقوها هنا، ما فيش أي مشكلة خالص يعني. بس أنا أصلا طبعا عشان أنا أصلا الأساس بتاعي مدرس، فأنا أصلا مخلية ال 365 هو اللي على جهازي، بس هو أصلا زي 2016 بالظبط. طيب أنا أصلا هبدأ 2016 دي، أو أنا أساسا يعني 2016 دوت إيه اللي ميزه عن اللي قبل كده؟ ايه اللي خلى يبقى فيه مميزات عن اي وورد تاني قبل كده؟ كذا حاجة. الاول هقولها كده يعني سريعا لحد لما ناخدها بقى ايه واحدة واحدة مع بعض دلوقتي. في شوية مميزات كده ميزة الوورد بتاعي. كان زمان مثلا عندنا الهلب، لا دلوقتي بقى عندي مثلا اللي هي تيل مي وات دو يو وانت تو دو، انت عايز تعمل ايه، بقت ديت حلت محل الهلب، فدي جديده في 2016. حاجه طبعا تانية كانت عظيمه جدا، بقت عظيمه جدا في 2016، الشير. انا لو عايزه اعمل شير، اشير الملف بتاعي اللي انا هعمله، انا هشتغل مثلا ملف وورد وعايزه اشيره مثلا مع استاذ فوزي، عايزه اشيره مثلا مع حد من الطلبه عندي كده، طبعا دي ما كانتش متاحه قبل كده. دلوقتي بقى اداني مجال ان انا اشير الملف اللي انا ايه شغاله فيه. وبرده هنشوفه بالتفصيل كمان شويه. كمان في حاجه اسمها اد انز. اد انز دي برده حاجه جميله جدا، ان انا اداني امكانيه ان انا اضيف وظائف من النت، وبرده هنشوفها كمان شويه. برده دي امكانيه جديده في 2016 ما كانتش موجوده قبل كده. طبعا حاجه برده حلوه قوي الاونلاين فيديو. لو انا عايزه اجيب فيديو من اليوتيوب مثلا، اخد اللينك بتاعه واحطه في الملف بتاعي، طبعا دي حاجه برده ما كانتش موجوده قبل كده. 2016 حلو قوي طبعا عن اي وورد او اي حاجه انا كنت بستخدمها قبل كده. الاوفيس عامه طبعا بقى فيه تحديثات كتير قوي.
نفس طريقة الدخول أو إن أنا أوصل للوورد إزاي بنفس الطريقة اللي إحنا كنا بنوصل بيها قبل كده، دي ما فيهاش مشكلة خالص. يا إما بفتح من الستارت هنا، بفتح شريط القوائم بتاعي وأبدأ أنزل أدور على الوورد بتاعي. تمام، طبعا هو هنا أبجد، فأنا هلاقيه في حرف الدبليو. تمام، يا اما هضغط كده على الوورد هنا هيفتح لي الوورد بتاعي، ادي مثلا طريقه. او مثلا شايفين علامه السيرش دي، ودي ده انا اللي انا يعني دي اللي انا بستخدمها على طول بدل ما بقعد ادور وكده. اي حاجه انا عايزه افتحها بضغط على السيرش وببدا اكتب اول حرف منها، مثلا اهو مثلا اول ما كتبت ال W بيبدا يجيب لي ايه، مثلا W O كده هيبدا يجيب لي ايه الوورد بتاعي. المفروض ان انا هضغط هنا عشان يبدا يحمل لي الوورد. قبل بس ما اضغط انا عايزه اقول لكم حاجه، انا ممكن هنا افتح اوبن ديت علشان انا افتح حاجات ملفات انا عاملاها قبل كده. فيه ان هو بصوا الريسنت ديت اللي هي الحاجات اللي هي مؤخرا، اخر حاجات انا كنت فاتحاها في الوورد، فبيبدا يجيبها لي برده هنا لو انا عايزه ايه. طبعا ده عشان ايه، وصول سريع لو انا عايزه اوصل لاي حاجه ايه بسرعه. تمام، طبعا احنا قلنا هنبدا من الاول خالص، فاحنا ايه هنفتح وورد ايه من الاول جديد خالص. بتظهر لي الشاشه دي او بتظهر لي النافذه ديت. طب ديت عباره عن ايه؟ دوت البلانك، البلانك دوكيومنت اللي هو ايه فارغ. لو طبعا انتم محملين عندكم عربي هيجيب لك ايه مستند فارغ. لو انا عايزه طبعا هبدا من اول خالص او من الصفر وهبدا اجيب مستند فاضي وهشتغل عليه. طيب ايه الحاجات اللي جنبها دي؟ دي عباره عن تمبلت. تمبلت يعني ايه؟ زي نماذج كده مايكروسوفت مجهزها لي عشان برضو الاستخدام السريع بتاعي. انا مثلا عايزه سي مثلا عايزه شهاده، فمثلا حطيت لي ايه تمبلت لشهاده. مثلا انا عايزه حاجه مثلا بروشور، فبصوا حطيت لي تمبلت او نموذج يعني جاهز لبروشور. وهكذا، في بقى تمبلت كتير قوي، مش دول بس، مش اللي ظاهرين قدامي دول بس. انا لو ضغطت على مور تمبلت هنا بيجيب لي بقى ايه العديد والعديد من النماذج الجاهزه اللي انا ممكن اشتغل عليها. تمام، وبرده ظاهر برده قدامي هنا تاني ريسنت عشان انا او الحاجات اللي انا فتحها مؤخرا، عشان برده لو انا هنا حبيت افتح حاجه انا كنت فاتحها ايه قريب. طبعا من هنا ممكن اجيب وورد جديد او مستند فاضي، ومن هنا برده ممكن اجيب ايه واحد جديد او واحد ايه نيو، ومن هنا اوبن ممكن ان انا افتح ايه المستند ايه بتاعي. طب احنا قلنا هنبدا من الصفر اهو، هضغط على مستند فاضي ايه خالص، بدا فتح لي النافذه ايه اللي انتم شايفينها قدامكم دي. دي النافذه او الشاشه الرئيسيه بتاعه الوورد. سريعا كده طبعا مش هنخوض فيها كتير قوي. انا عندي النافذه ديت، هبص الاقيها بتتكون من ايه. اول حاجه شايفين ايه دوكيومنت 1 ديت، دوت بيبقى دايما ايه التايتل بتاعي او شريط العنوان بتاعي. تمام، بعد كده هوت الجزء الازرق دوت اللي هو ده كله اللي هو فيه فايل وهوم وانسيرت، وده دوت انا بسميه ايه الريبون تاب، دوت شريط ايه التابات بتاعتي او الريبون تاب بتاعي. ماشي، كل واحد من دولت، كل واحد من دول فيها ايه، يعني مثلا دي اسمها تابت الهوم او تبويبه الهوم، ديت تبويبه الانسيرت، تبويبه الديزاين، تبويب. يبقى كل تبويبه من دول، كل واحده من دول اسمها ايه تاب، وكلهم مع بعض في الجزء الازرق ده دول كلهم ايه اسمه ريبون تاب. طيب كل واحده من دول لو جيت مثلا على الهوم او على الفايل او على سوري، لو جيت على الهوم على الانسيرت على الديزاين على اي واحده من دولت على اي تابه من التابات دي، هبص الاقي ان مثلا بصوا الهوم كل اللي تحتها ده جروب بقى. ده هيبقى جروب بقى من الاوامر، مجموعه كده من الاوامر عندي. بص لو جيت فتحت كده هتبص تلاقوا ايه في عندي حاجات كتيره قوي. ده الكليب بورد بتاعي اهي. بصوا مثلا ايه، هناخد مثلا ايه الديزاين مثلا، فتح لي ايه، هتلاقوا بقى مجموعه كتير قوي 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 من الاوامر موجوده ايه، او الاستخدامات اللي انا ايه هستخدمها مع الديزاين. مثلا الانسيرت برضو الجروب هيفتح لي جروب بتاع الانسيرت، مثلا اللاي اوت وهكذا، هيبدا يفتح لي كل حاجه كل واحده من دول فيها ايه جروب مليان ايه استخدامات او اوامر، حاجات كتير قوي ومجمعه لي كل الحاجات اللي هي بتعمل وظيفه واحده او حاجات مع بعضها وحاططها لي ايه تحت ايه تابه معينه. تمام كده. طيب انا دلوقتي قلت شويه حاجات جديده كده، قلنا ايه هناخدها ايه كلها برضو ايه من هنا دلوقتي. عايزه اجيب مثلا، عايزه ابدا اكتب
سريعا برضو هكتب وانسق ايه، لان دي برضو حاجه اغلبنا برضو ايه عارفها. قبل ما ابدا اكتب، بس انتوا شايفين هنا الكيرسور او المؤشر بتاع الكتابه بتاعي ناحيه او جهه ايه اليسار. انا ممكن اجيبه ناحيه اليمين هنا علشان اتجاه الكتابه بتاعي، او عشان ابدا استخدم المستند بتاعي من ناحيه اليمين. في عندي كنترول شيفت كده من لوحه المفاتيح، جالي الكيرسور او جالي المؤشر بتاعي ناحيه اليمين، تمام. في عندي لو انا رجعته شمال تاني بكنترول شيفت اللي هي ناحيه الشمال، رجع كده تاني. في عندي انا ممكن اجيبه كده من هنا، شايفين ديت العلامه دي اهو، عشان اجيب برضو اتجاه الكتابه ايه بتاعي، وبرضو ايه ديت هتخليها لي يمين وديت تخليها لي ايه يسار. ده اصلا المفروض ان انا ابقى مظبطه ده قبل ما ابدا اصلا اشتغل، او قبل ما ابدا اكتب اصلا، تمام. يبقى دوت ايه هيجيب لي ايه اتجاه الكتابه بتاعي، من رايت تو ليفت يعني اليمين لليسار، تكست دايركشن اللي هو اتجاه الكتابه، او من ايه اليسار لليمين، تمام كده. طيب هل دي بس؟ قال لي لا، انت كمان عايزه الكتابه بتاعتك اللي انت هتبداي تكتبيها تبقى فين؟ عايزاها جهه اليمين، عايزاها في المنتصف كده، عايزاها جهه اليسار، تمام. فببدا ايه اختار الحاجه ايه اللي انا عايزاها. هنبدأ نكتب مثلا أي جزء، أو مثلا أنا ممكن أجيب حاجة سريعة، أو ممكن نكتب كده مثلا حول عربي، عربي بألتو اف ايه ألتو وشيفت يمين، هحولي الاتجاه الاتجاه الكتابة بتاعي عربي، أو من تحت من هنا، وأبدأ أكتب أي حاجة عايزاها. مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، انا مش هتدرج قوي الموضوع الكتاب، لان احنا طبعا كلنا ايه اساتذه فيه. مثلا عايزاها تيجي مثلا في النص اهوت، مثلا جبتها كده زي ما قلنا ايه الجزء ده، بس سريع كده بسرعه. عايزه اظلل مثلا، لازم طبعا نتعامل مع اي حاجه لازم بحددها كده الاول، ان انا بضغط في بدايتها وابدا ايه بالماوس بتاعي كليك، وابدا اسحب عشان ايه احدد الجزء دوت عندي. طبعا بعد كده عايزاه مثلا ايه بولد، بضغط كده يبقى اهو، يبقى مثلا اخليه سميك، مثلا ايتاليك اللي هي يبقى مائل، اندرلاين لو انا عايزه تحتي خط، طبعا ينوت ايه ديت ايه الخطوط بتاعتي كلها اللي هي اللي موجوده عندي، ماشي. بختار مثلا اي نوع خط انا عايزاه، ببدا اتحكم هنا من الحجم بتاعي، ببدا اهو، تمام كده. وهنقول في الاخر شويه اختصارات تخليني اعمل الحاجات ديت من غير حتى ايه ما استخدم التبات دي، ماشي كده. مثلا انا اهو ايه عملت ده. طيب هاجي مثلا هنا مثلا كده، هصغر. انا عايزه بقى، لا انا عايزه مثلا اصغر الخط بتاعي، هخليه مثلا 22 كفايه، وهخليه اهو هروح لجهه ايه اليمين، وهبدا اكتب ايه اي حاجه انا عايزاها، ماشي. طبعا ايه كل ده، كل الحاجات اللي هي متعلقه بالخط هنا هلاقيها عندي ايه في فونت، ماشي. انا عايزه اكبر مثلا ده كده اهوت من غير ما اروح عند، بص اهو هظلل كده ده الجزء ده كده. عايزه ابدا اشوف، انا قلت هنا ده الخط بتاعي دوت ايه الحجم بتاعه، دوت ايه اسم الخط بتاعي، والبولد والايتاليك والاندرلاين اللي انا عايزه ايه احط تحت دي خط. طيب دوت ايه ده لو انا عايزه احط خط في المنتصف، في منتصف الكلام بتاعي، بتلاقوا ساعات ايه في السكريبتات او الملازم او الحاجات دي بنلاقي مثلا خط في نص الكلمه. دول خاصين بالمعادلات بتاعتي اللي هي حاجات الكيمياء بقى والماس كده، لو انا عايزه اتعامل واكتب حاجات مثلا كده. دي كده اهوت لو انا عايزه دايما، بصوا اهي ديكريس فونت، لو انا عايزه اصغر الخط بتاعي، بصوا الخط بتاعي بيحصل ايه فيه هنا اهو، بصوا هنا معايا بيصغر. دوت هنا لو انا عايزه اكبر الخط ايه بتاعي، تمام كده. طبعا دوت لو انا عايزه الون الخط بتاعي، ده اهو بالالوان، افتح طبعا كده اشوف ايه ادي الالوان، وفي هنا مور كولر لو انا عايزه ايه الون الوان ثانيه، ماشي كده. كل الحاجات ديت ايه العاديه اللي احنا متعودين عليها ايه في الوورد. طيب دوت لو انا مثلا عايزه اعمل هايلايت، مثلا هايلايت على الكلمه كده زي ما بنعمل هايلايت مثلا بالقلم بتاعنا، ماشي كده. ده كده بالنسبه ايه للفونت. طبعا لو انا فتحت اي تابه بتاعتي او اي حاجه هنا كده هيبقى فيها السهم ده، يبقى انا كده لسه في عندي امكانيه ان انا اشوف ايه، افتح الجروب دوت او المجموعه ديت، وابدا اشوف ايه النافذه بتاعتها
وابدا اتعامل معاه، هلاقي برضو الخط وحجمه وكده، وبرضو عربي وانجليش وكل حاجه، ودايما مديني هنا ايه سامبل او نموذج عشان ايه اعين ايه منه. وهل انا عايزه دوت يبقى از ديفولت، يبقى دوت كده اللي انا الخط اللي انا هتعامل بيه ده يبقى هو دوت كده الديفولت، ولا يعني هو دوت يبقى ديفولت على كله، ولا ايه انا استخدمه في المستند بتاعي دوت بس لو قلت اوكي هيستخدموني ايه في دلوقتي بس، ما بيبقاش الديفولت ايه في الوورد يعني هنا ده لو انا عايزه ديفولت في الوورد، او لو انا عايزه استخدمه على المستند بتاعي دوت ايه بس. طبعا كمان ايه ممكن انا اعمل ايه افكتات ايه او افكت للكتابه بتاعتي. طبعا كل الكلام دوت بسيط وسهل ما فيهوش ايه اي مشكله. ماشي ده كده ايه سريعا الفونت. طب لو دخلت مثلا على الباراجراف برضو ده هنا لو انا عايزه بصوا انا هعمل مثلا كده مثلا هخليها اكتبها مثلا عشان ننجز بس وقت الكتابه، هنسخها اهو وهبدا احطها هنا تاني. ماشي احطها تاني اهو وهلونهم مثلا بالوان ايه مختلفه علشان بس نميز ايه بينهم. ماشي انا كده هوت ايه كتبت كذا ايه كاني كتبت كذا ايه حاجه. طب بصوا معايا بقى لو انا عايزه مثلا دلوقتي ادي عند الباراجراف ده هنا ديت البوينتس بتاعتي او البوليتس بتاعتي ازاي انا مثلا ممكن عايزه اعمل ارقم، عملت فقره مثلا ومحتاجه ان انا ايه ارقم فيها، فهبدا مثلا اعمل كده اهو وببدا ايه من هنا لو انا عايزه التعداد النقطي بتاعي كده ادي مثلا كده او كده او كده. طيب هل ده بس التعداد النقطي بتاعي يبقى بالبوليتس بتاعتي كده؟ قال لي لا، انت ممكن تخلي البوليتس بتاعتك او اخلي النقط بتاعتي دي تبقى شكل صوره، صوره عندي اي صوره عندي انا ممكن اجيبها من على النت او ان انا اجيبها من الجهاز بتاعي واخليها هي البوليتس بتاعتي او اخليها هي التعداد النقطي بتاعي. طب نشوف ديت نعملها ازاي، انا مش عاجبني كل الاشكال دي انا عايز اعمل تعداد ايه تاني خالص او اعمل ايه بوليتس خاصه بيا، فهروح كده على ديفاين نيو بوليت كده شايفينها، ممكن اعمل سيمبل وممكن اعمل بيكتشر. نشوف نعمل بيكتشر ازاي اهو، هروح على بيكتشر كده بيقول لي بقى انت عايز بيكتشر دي عايز تحط الصوره بتاعتك ديت عايزها من فين، عايزها من الملف بتاعك ولا عايزها من على النت. طبعا بينج هنا عشان انا مايكروسوفت فايه المتصفح بتاعهم هو ايه بينج، فانت عايز ايه عايز دي ولا عايز دي ولا عايز مثلا من الوان درايف بتاعك، لو انت رافع مثلا صور ما انا ممكن الصور ابقى رافعها الوان درايف بتاعي ولا عايزها من الوان درايف، فبختار الحاجه اللي انا عايزاها مثلا وليكن مثلا هجيبها من على النت كده بسرعه اهو نجرب ناخد ايه صوره من على البينج. مثلا هختار اهو الابل ديت بدا يجيب لي اشكال كمان ايه شايفين، مثلا هاخد دي شكلها لطيف هاخد دي ضغطت عليها بدا يقول لي انسرت هضغط على انسرت بدا يحمل لي فعلا ايه الصوره بتاعتي. ماشي بصوا عمل ايه، يبقى انا كده عندي امكانيه ان انا افتح من هنا كده وبقت مضافه عندي كده بقت موجوده معايا كمان على طول بعد كده، يبقى انا كده عندي امكانيه ان انا اخلي البوليتس بتاعتي ديت او التعداد النقطي بتاعي دوت اي صوره انا عايزاها، فممكن الصوره الشخصيه بتاعتي اخليها هي التعداد النقطي، ممكن اروح اجيب زي ما انا جبت من على النت كده على طول او من على بينج على طول من المتصفح بتاعي ده، لا انا ممكن ايه اروح اجيب ايه من الوان درايف صوره انا رافعها على الوان درايف او صوره انا رافعاها مثلا او موجوده عندي على الجهاز بتاعي، يبقى دوت ايه غيرت او عملت حاجه ايه مختلفه بقت خاصه بيا انا في الشغل بتاعي. تمام كده مثلا كده. طيب هل التعداد كده بس؟ لا انا ممكن اخلي التعداد يبقى عباره عن ايه ارقام ماشي او اي بي او كده، دي برضو بنفس ايه الاسلوب ودي برضو ايه ما فيهاش ايه مشكله. طيب في حاجه تاني انا ساعات ممكن بيبقى عايزه مثلا فقره تبقى دي الفقره مثلا ايه اولا وتحتها مثلا تدخل كده شويه ويجي مثلا ايه فيها سيكشن 1 وتحتها دي اعملها ازاي او اقسمها ازاي، بظلل الفقره بتاعتي وبروح اجيبها من هنا، يبقى دي الغرض منها كده شايفين الشكل ده اهو، لو انا عايزه اعمل كده لو انا عايزاها تاخد الشكل ده او الشكل ده ببدا اختار الشكل اللي انا ايه عايزاه علشان ابدا انسق كل ده خاص بتنسيق الفقرات او الباراجراف ايه بتاعي. طيب وقلنا برضو قلنا ايه ان اخلي اتجاه الكتابه او اتجاه الكتابه بتاعتي يمين وشمال دي قلناها، لو انا عايزه
المسافه البادئه. ساعات كنا في مثلا في بكتب فقره او مثلا كنا بنتملى مثلا في الاملا بتاعتنا زمان، الميس مثلا كانت تقول لنا ايه ادخلوا مثلا سنتي كده وابداوا ايه اكتبوا مثلا اول فقره، او ابداوا ايه الفقره بتاعت الاملا ابداوا ايه سيبوا سنتي مثلا وابداوا اكتبوا. نفس الموضوع، انا لو عايزه اخلي هنا هو انكريز، يعني مثلا هخلي هنا هو المسافه البادئه بتاعتي تبقى بصوا كده ما بداتش من الاول، بصوا لما هرجعها تاني اهي ما بدأتش من الأول. يبقى أنا معنى كده الفقرات بتاعتي برضو ممكن أنسقها، أعمل مسافة بادئة أخليها تدخل مثلا شوية، وبقية الفقرات تبقى إيه تبقى عادية بعدها. اتفقنا؟ طيب ودوت طبعا إيه الألاينمنت بتاعي أو التنسيق بتاعي. طب ديت إيه، إحنا ما قلناش ديت، ديت الجاستفاي، الجاستفاي أو المحاذاة. أنا عايزة المحاذاة بتاعتي تبقى عاملة إزاي؟ يعني مش حكاية إن أنا بس يبقى على اليمين أو كده، لا، أنا عايزة مثلا السطور بتاعتي كلها بتاعت الفقرة كلها أعملها عملية إيه؟ محاذاة. لو أو ميديوم أو هاي، بختار نوع المحاذاة. هو طبعا إيه راسم لك الشكل جنبها هنا عشان أختار نوع المحاذاة اللي أنا عايزاها زي ما أنا عايزة. تمام؟ طيب ديت بقى اللي هي لاين اي اند باراجراف سبيسنج. اصل انا كمان ممكن اتحكم في السطور بتاعتي، اتحكم في السطور بتاعتي. انا لو جبت فقره معينه بصوا انا هعمل كده، لو انا جبت فقره معينه سي مثلا، بصوا انا عايزه بس مش عايزه اضيع وقت كتير في الكتابه، انا عايزه مثلا كده اهو عشان بس تتخيلوها وتشوفوها. اهو بكتب مثلا اي حاجه، اي حاجه كده على الكيبورد اوام اهو. بصوا طيب، بصوا بقى انا كتبت كده اي كانها دي مثلا سي، كان دي فقره. انا دلوقتي عايز اعرف ايه ده. قال لي انت ممكن كمان تحدد المسافه بين السطور. انا شايفين المسافه هنا دي كده، انا عايزه اوسع المسافه، مش عايزاها تبقى كده. ساعات بكتب مثلا ورقه هبعتها في الشغل عندي والورقه دي عباره عن سطرين، مش معقول هبعت ورقه لكل وزاره سطرين تبقى الورقه كلها فاضيه، الاي 4 بتاعتي كلها فاضيه وانا زنقه الكلام كله في فتفوته صغيره فوق. لا، فانا مش لازم اعمل كده، انا ممكن ان انا اتحكم في السبيسنج بتاعي. فبصوا هعمل كده اهو، احنا هجيبها لكم بس من بره الاول وبعد كده ندخل برده نجيبها من هنا. بصوا اهو، انا بصوا هخلي حجم الكتابه بتاعي كده 1.5، او بصوا هخليها مثلا 2، بصوا المسافه بتزيد ازاي، هخليها 2.5، هخليها 3، وهكذا. ماشي كده؟ يبقى انا بتحكم كمان في السبيسنج او في المسافات اللي هي ما بين السطور بتاعتي. طيب طبعا ديت لو انا عايزه ايه اعمل شادو، يعني الكلام بتاعي اعمل شادو وراب بالوان او الون او كده. طيب انا كمان قلنا ان اي جروب عندي طالما في السهم ده انا ممكن افتح الجروب وابدا اتحكم في حاجات اكتر واوامر ايه اكتر موجوده معايا. زي ايه؟ هنا طبعا جاب لي برضو الحاجات اللي احنا قلناها من شويه برضو موجوده، مش هنقف عليها تاني، اللي هي ايه الالاينمنت، المحاذاه بتاعتي عايزاها ايه يمين وشمال، والجاستيفاي والكلام ده اللي احنا لسه ايه قايلينه. طب بصوا هنا ديت السبيسنج اهي، انا دلوقتي عايزه قبل يبقى قد ايه، عايزه بعد يبقى قد ايه، يعني القبل والبعد يبقى قد ايه، المسافه بتاعتي تبقى قد ايه، عايزه سنجل، عايزه اللاين سبيسنج، المسافه سطر واحد ولا سطر ونص ولا دبل ولا زي ما انا عايزه. يبقى انا هنا بتحكم في المسافه. طب ديت بقى ايه الاندنتيشن ديت، بصوا معايا كده، انا عايزه قبل التكست بتاعي، قبل التكست بتاعي يسيب لي مسافه قد ايه، وبعده يسيب لي مسافه قد ايه. هنا لو انا عايزه اعمل حاجه ايه سبيشال او حاجه يعني ايه مخصصه انا اللي هعملها، طول ما انا شغاله وطول ما انا عماله اختار واجرب، هو هنا جايب لي بريفيو معينه عشان دايما عيني تشوف. اصلا ممكن ما يعجبنيش، يعني مثلا ممكن ايه اقول له مثلا لا خليها لي ست، خليها لي كده، شايفين اهو عماله تتغير. بصوا خلي عينيكم هنا، بصوا كده انا عماله اغير هنا اهو، وهو عمال يوريني الدنيا هتبقى عامله ازاي. تمام كده؟ يبقى انا عماله ازود وانقص وكده، وهو عمال يوريني الدنيا هتبقى عامله ازاي. فدايما عيني تبقى ايه، اي حاجه هيبقى فيها بريفيو عيني تبقى دايما على ايه، على البريفيو. ودايما زي اي ايه نافذه بتتفتح لي بيقول لي هل انت عايز دوت ديفولت، يعني عايز دوت يبقى على الوورد عامه طول الوقت، ولا انت لو قلت اوكي هيبقى على المستند ده بس. تمام كده؟ طيب دوت بالنسبه ايه للتابه دي. طيب انا عايزه بصوا معايا في دوت اللي هو ايه الشريط دوت الشريط ده اللي هو ايه، لو انا عايزه اعمل كاستمايز ايه احط حاجه في الكاستمايز ايه كويك اكسس، ده برضو حاجه مهمه جدا 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 عشان برضو اسرع الشغل بتاعي.
في حاجات بعض الاوامر وبعض الادوات انا بستخدمها كتير، فانا عايزاها تبقى ظاهره قدامي كده فوق، مثلا السيف، انا كل شويه بعمل سيف، مثلا انا كل شويه بعمل ورقه وعايزه اروح اعمل معاينه للطباعه بتاعتها، مش معقول كل شويه اروح اضغط على فاير واشوف منها برينت لا انا مش عايزه كده، انا عايزاها كل ما كل شويه اضغط على ايقونه او حاجه عندي علشان دايما اشوف الطباعه بتاعتي ايه، اعمل لها معاينه. تمام كده؟ طب هل هو هيبقى فيه مثلا الاند والريدو والسيف دوت بس، ولا انا ممكن اتحكم واحط ايه حاجات تانية، اوامر تانية؟ قال لي اه ممكن تتحكمي وتحطي ادوات تانية كتير جدا. من فين؟ قال لي اضغطي على السهم ده كده هيتفتح لي الحاجات اللي هي متعلم عليها صح دي او معمول عليها تشيك، دي الحاجات اللي هي موجوده عايزه اشيلها بشيل علامه التشيك ديت او الصح دي، عايزه ازود ببدا ازود على حاجات ايه، على الحاجات لو قلت مثلا الايميل، بصوا عملت مثلا على الايميل بدا يظهر لي اهوت ايه علامه الايميل بتاعي وهكذا. طيب انا عايزه ازود حاجات تانية او اشوف ايه كل المتاح ليا في هنا، هو بصوا مور كوماند دي شايفينها، مور كوماند دي تفتح لي النافذه اللي فيها كل الاوامر بتاعتي اللي انا اقدر ازود او اضيف من اللي انا عايزاه. واقف اهوت على الكويك اكسس، اي حاجه بقى من دول انتوا عايزين تزودوها، مثلا القط عايزه اقص فبضغط عليها واقول له ايه اد، هتلاقيها اتنقلت لي من هنا جات لي ايه هنا، دول الحاجات اللي موجوده اصلا في الكاستمايز بتاع الكويك اكسس بتاعي او شريط الوصول السريع بتاعي. وبعد كده اهوت بقول له ايه اوكي، يعني مثلا انا عايزه اعمل الكوبي اهو، هقول له ايه انا عايزه احط ايه الكوبي، هقول له ضيفها لي، بصوا جت اتنقلت هنا. تمام كده؟ هقول له اوكي ماشي، يبدا ايه يضيفها لي اهي. يبقى انا كمان شريط الوصول السريع دوت ممكن اضيف فيه اي امر انا عايزه ايه اضيفه. تمام؟ الكليب بورد ده بقى هنا اللي هو برضو ايه القط، لو عايزه اقص حاجه، لو عايزه اعمل كوبي الحاجه، لو عايزه اعمل فورمات، لو عايزه زي ما انا ايه عايزه. ده دي خليكم بقى معايا، ده ليه استخدام حلو قوي قوي قوي، انا عن نفسي بستخدمه في الجامعه. انا بحضر دراسات، يعني بحضر دراسات عليا، فبحتاج بقى ان انا بعمل ابحاث وحاجات كده، يعني طالع عينينا في الموضوع ده. فبعمل ايه؟ ممكن ان انا بحتاج ادخل مثلا بحث وهبدا اخد ايه انسخ اجزاء منه. تمام؟ فمش معقول كل شويه احدد جزء في البحث واقول كوبي، بعد كده اجي ايه افتح المسند اللي انا فتحاه في الوورد واقول له بيست، واروح تاني اخد كوبي واجي هنا اقول بيست. لا، في حاجه لذيذه قوي هنعملها، بس هنعملها ايه قدام شويه. تمام كده؟ هتسهل لنا الدنيا قوي، وهستخدم فيها ايه الكليب بورد بتاعي دوت، بس هنخليها قدام شويه. تمام؟ طيب انا جيت بعد كده هوت عندي في ايه تاني، وليكن مثلا نبدا ندخل بقى سنه كده كمان شويه. طيب انا دلوقتي الستايل دي هسيبها، طبعا دي الستايل بتاعي برضو فيها حاجات لذيذه قوي، يعني ممكن عايزه اغير ستايل الكتابه بتاعي او ستايل الكلام بتاعي. طبعا كل دوت ايه، يعني بختار الستايل اللي انا عايزه ابدا اتعامل بيه او ابدا اكتب بيه، بختار ايه الستايل من هنا. وطبعا برضو في ايه المربع دوت ممكن يوريني ايه حاجات وستايلات كتير. اصلا ممكن مثلا عايزه زي ايه، هوصلها لكم اقرب شويه، عايزه مثلا احط عنوان والعنوان دوت يبقى فيه تحتيه ايه عنوان فرعي وهكذا. ممكن انا عايزه اطبق الستايل دوت على ايه، ممكن اخلي العنوان دوت مثلا بصوا كده، انا عايزه الكتابه بتاعتي دي مثلا انا عايزه اخلي الجزء ده، يعني اعمل كده احسن عشان تبان، عايزه افتح كده، عايزه اخلي دوت يبقى مثلا الستايل الكتابه بتاعته كده، وجزء تاني مثلا ده هخلي الستايل بتاعي متحكم في الستايل بالحاجه اللي تناسبني انا والحاجه ايه اللي تعجبني. وطبعا دي بقى بتيجي في امتحان الموس كتير قوي، ان هو مثلا بيحدد لك مثلا اعمل ستايل، بس بيحدد لك اسم ستايل معين، ما انا لما باجي افتح في الامتحان الستايل اللي هو بيقول لي عليه، بصوا شايفين كتب اسم، بصوا ده سؤال من ضمن اسئله الموس اللي بتيجي في الامتحان، بيقول لك غير مثلا العنوان دوت خليه مثلا كذا والستايل بتاعه يبقى اسمه كذا. فاي ستايل انا بقف عليه بيبقى ليه ايه اسم، بيظهر لي الاسم ايه بتاعه عشان استخدمه في الامتحان. ده مثلا اهو هيدنج A2، ده هيدنج 1 دوت مثلا، بصوا اهو اسمه شايفين اهو انتنس ايه كود دوت وهكذا. دي كلها ايه للستايلات ايه بتاعتي. وممكن انا كمان اعمل ستايل خاص بيا من كريت ستايل. كريت ستايل ديت اعمل انا ستايل خاص بيا ازاي؟ يعني انا ممكن عادي جدا هجيب مثلا ورقه مكان فاضي او ملف فاضي او حتى هنا هوت، وهبدا انا اعمل ستايل. يعني هبدا ايه اقول له بصوا نعملها بسرعه،
مش تاخد وقت اصلا. هبدا اقول له كده انا عايزه اعمل ستايل جديد، عايزه اعمل ستايل جديد اهو كريت ستايل. بيبدا يقول لك الستايل دوت هتسميه ايه، وليكن مثلا انا هسميه داليا مثلا، هسمي الستايل بتاعي داليا، او نسميه مثلا استاذ فوزي. يلا نسمي الستايل استاذ فوزي. خلاص كده هاجي اقول له ايه انا عايزه اعمل ايه الستايل بتاعي، هسميه استاذ فوزي. فبيبدا يقول لي اهو استاذ فوزي بقى دوت، انت بقى ابدا ايه اتعامل، انا عايزه مثلا المسافه بتاعتي ازاي، او عايزه هعمل فيها ايه. هبدا ادخل بقى وابدا اغير، سوري انت عايز تطبقه على ايه، هطبقه على كله. سوري سوري انا اللي اتلخبطت فيها دي. بس من هنا انا عايزه اضيف ستايل جديد، ببدا اديله اسمه وببدا اعدل فيه زي ما انا عايزه. المفروض ان انا افتح الاقي الستايل دوت موجود. هو بيقول لي انت هتبقى عايزه اهو من هنا. طب استنوا هجربها لكم تاني. عشان انا كنت قافله البريفيو، فمش عارف مش راضي يوريني انا يعني هتبان ازاي، لان انا كنت قافله البريفيو بتاعها كده. وريني ايه اهيت بيقول لي اهوت الخط اللي انت استخدمته مثلا هيبقى كذا، نوع كذا، الستايل بتاعه هيبقى كذا وايه، وجابها لي ايه لو اي وقت انا جيت اخترت استاذ فوزي دي ايه هتجيلي ايه في تتطبق على طول. بس انا عشان قافله البريفيو مش عارفه، مش راضي اصلا تطلع عندي هنا، فتحت البريفيو برضو مش راضيه تظهر. المفروض ان انا كنت بضغط عليها. اهي معلش انا عماله كنت اضغط عليهم شويه تشتغل معايا. انا هنا ببدا اختار، انا عملت مثلا ستايل اسمه مثلا سميته استاذ فوزي، ببدا ايه من هنا بقى ابدا اعمل كل الفورماتنج بتاعت الخط بتاعي. هخلي مثلا ايه عايزه الخط مثلا يبقى بالاحمر، عايزاه يبقى مثلا بولد، عايزاه يبقى مثلا اسمه باشا، عايزاه يبقى حجمه مثلا 50. ببدا اتحكم في كل الحاجات اللي انا عايزاها ايه اعملها من هنا، وبعد كده وتقول له ايه اوكي خلاص. هبدا ابص الاقي ايه الخط اللي انا عملته دوت بقى اسمه استاذ فوزي، يبقى ايه موجود ايه معايا ايه على طول. تمام كده. طيب في حاجه كمان برضو مهمه قوي ان احنا برضو عايزين نعرفها، ديت كلير فورماتنج. دي ليها استخدام مهم قوي برضو، كانت بتيجي في الامتحان. ايه بقى كلير فورماتنج دي؟ اصلا ممكن اخش على اي موقع او اي سايت مثلا من على النت وابدا اجيب منه حاجات تكست مثلا، بس بيجي لي انا باخده بالفورمات بتاعته. فانا لا، انا ممكن اقول له هنا ايه بعد ما جبت التكست بتاعي اقول له لا امسح لي الفورمات ديت، انا مش عايزه الفورمات دي، انا عايزه ايه الكتابه مكتوبه بس من غير ايه اي فورمات معموله عليه. فبيبدا ايه كانها مكتوبه خالص من غير اي فورمات. ممكن نجربها حتى هنا، مش لازم من على النت. بصوا انا ممكن اجي هنا كده واقول له بص اهو مثلا الجزء ده كده اهو كده، واقول له ايه كلير فورماتنج. بصوا عمل ايه، رجعها لي للاصل، حتى ان هي كان الاتجاه بتاعها ناحيه اليسار راح التاني ناحيه اليسار، يبقى شال لي اي فورماتنج انا ايه عملتها على الكتابه او على الحاجه اللي انا ايه عملتها عندي. ماشي كده دوت ايه سريعا كده ايه الستايل وكده. طبعا فايند هنا ديت لو انا عايزه ادور على حاجه معينه في المستند بتاعي. انا معلش انا عماله بقول تقريبا كل حاجه في الوورد كده سريعا علشان ايه نستخدمها. معلش ثانيه واحده بقول حاجه بس ايه كل حاجه ايه بس ايه سريعا عشان لو في حد ما عندوش فكره اصلا خالص عن الوورد ايه قبل كده. فايند دي انا عايزه ادور على كلمه معينه، وليكن مثلا كلمه داليا مثلا. باجي اقول فايند كده بيفتح لي النافذه دي وببدا ايه، هو برضو فاتح الستايل من هنا اهو سوري. انا هاجي اقول فايند كده اهو بيبدا يقول لي انت عايزه تدوري على ايه. هقول له مثلا انا عايزه ادور على كلمه داليا. ماشي كده اهو بيبدا يجيب لي ايه كل داليا اللي موجوده عندي. شايفين بصوا ظللها اهو ازاي اهي
واخدين بالكم اتظللت ازاي؟ طب انا عايزه مثلا هيبدا اجباري لو انا عندي مثلا مستند كبير بيبدا يظلل لي كل كلمه داليا اللي موجود. طب انا هظلل مثلا عايزه كلمه مثلا كمال ماشي كده بيبدا ايه شال اهو التظليل من على داليا وجاب لي كلمه كمال. يبقى معنى كده لو انا عندي مثلا في بحث بتاعي او في مستند بتاعي انا بدور على كلمه معينه مثلا بدور على كلمه وزاره فببدا اكتب نوت من فاين ابدا اكتب له كلمه وزاره يبدا يجيبها لي ايه في كل المستند يظللها لي عشان اشوف لو واحده فيهم مثلا هي اللي انا هغيرها هخليها حاجه تانية او كده ابدا اعمل كده. طب ريبليس اللي تحتها دي ايه الفرق بقى بينها وبين ريبليس؟ بصوا ريبليس دي خدتوا بالكم دي اهي الفايند جاب لي ايه النافيجيشن فتح لي على ان انا اكتب الكلمه اللي انا عايزاها بس. طيب لو ريبليس بقى ريبليس انا بشيل حاجه مكان حاجه يعني ايه؟ يعني بيقول لي هنا فايند وات ادور على كلمه ايه؟ انا عايزه ادور على كلمه داليا وهخلي كلمة داليا ديت مثلا هخليها منى. فبقول له ابدأ دور لي على كلمة داليا اهو هاجي هنا كده واقول له دور لي على كلمة داليا. تمام كده بيدور لي على كلمة ايه؟ سوري دور لي على كلمة داليا في المستند بتاعي. ماشي؟ طيب وخليها لي ايه؟ خلي لي كلمة داليا ديت خليها لي منى. يعني بدل لي كلمة داليا وخليها لي ايه؟ منى. ماشي كده؟ اهو. وهقول له ايه؟ ابدا اعمل ايه ريبليس ايه اول خدنا بالنا عمل ايه اهو كل داليا شالها وخلاها منى. طبعا دي بتسهل لي جدا جدا في التعامل لو انا في اي حاجه عندي انا مثلا كلمه انا اكتشفت ان انا كتبتها غلط في مستند مثلا كامل عندي لا ده انا ممكن عادي بمنتهى السهوله ما اقعدش اعيد الكلام ده كله ده انا اقول له الكلمه دي مثلا سي مدير مثلا عندي اتغير وكنت كاتبه اسمه في كل المستند كل حاجه مثلا ايه من استاذ مثلا كذا الى كذا وهكذا فانا عايز اغير اسم المدير ده عشان المدير اتغير وجالي مثلا مدير تاني هقعد اهد بقى كل الشغل اللي عندي لا الوورد سهل لي الدنيا ان انا ممكن ابدل اسم مكان اسم او كلمه مكان كلمه او حاجه مكان حاجه يبقى هو هنا ايه دوت انا بدلت ايه من هنا. تمام يبقى ديت اللي هي ايه ريبليس. طيب انا كده تقريبا قلت لكم كل حاجه تقريبا ايه في الهوم. ندخل على insert. insert بقى دي انا ممكن اجيب بيها insert يعني ادراج اللي عنده بالعربي ديت ادراج يعني هاتلي هاتلي ايه انا ممكن اقول له هاتلي صوره بصوا ممكن اقول له هاتلي جدول اهو هاتلي صوره ماشي هاتلي مثلا اشكال انا عايزه مثلا شيبس شويه اشكال كده عايزه سمارت ارت عايزه تشارت طبعا احنا ايه الحاجات دي مش هنقدر نقولها كلها المره دي انا هقسم المره دي مثلا والمره ايه الجايه مع الاسئله باذن الله. طيب هات لي ايه تاني خد لي مثلا سكرين شوت اصل انا ممكن اعمل سكرين شوت للشاشه دي كده واستخدم السكرين شوت اللي انا خدته دوت يبقى صوره عندي بعد كده يعني لو انا مثلا عايزه مثلا الشكل ده او حتى مثلا انا عامله صفحه مستند او حاجه اخد سكرين شوت منها عشان ايه تبقى عندي صوره بعد كده. طيب يبقى ديت ايه في انسيرت دي بقى حاجه برضو تحفه في انسيرت ودي من ضمن الحاجات اللي انا نوهت عنها اللي هي الجديده اللي ما كانتش موجوده قبل وورد او قبل اوفيس 2016 اللي هي ايه جيت ايه اد انز دي جميله جدا انا عامله بيها حاجه بص هي بتنزل تلقائي معاها ايه الويكيبيديا الاد انز دي بتعمل ايه دي عباره عن وظائف انا عايزه اضيفها وظائف يجيبها لي من على النت ويبدا ايه ان هو يضيفها لي ايه عندي هنا. طيب هعملها ازاي او بجيب الوظائف بتاعتي ديت ازاي او اضيف حاجات ازاي بصوا انا ضايفه دي شايفين ديت الايموجي ديت اهو لو انا عايزه احط مثلا ايموجي كده انتوا ممكن برضو تبقوا تعملوها النت بس معلش تقيل عندي شويه ما بتكل على اي حاجه جهازي تقيل شويه معلش من كتر الحاجات عشان حاجات الجرافيك عليه بتبقى هي اللي متقله الدنيا جدا ربنا يسهل اهو ويحمل هو كده لسه بيفتح بص هو كل ده لسه بيعمل لودينج ليه ايرلي او سوري المفروض ان انا بضغط عليه كده اهو هيبدا يحمل اهو اهو الحمد لله بص اهو جبت الايموجي بتاعي اهو بصوا دي انا نزلتها هي مش موجوده اصلا في اوفيس 2016 امال انا نزلتها في الوورد ازاي نزلتها من هنا من اللي انا بقول لكم عليها دي
من ايه؟ من جيت ادينز. طيب هو تلقائي بينزل معايا الويكيبيديا اللي هي الموسوعه بتاعتي لو انا عايزه ايه اجيب منها اي حاجه. طب انا اجيب بقى اضيف مثلا ايموجي او اضيف اي حاجه ازاي؟ شايفين ديت؟ شايفين جيت ادينز ديت؟ هي دي اللي انا بضغط عليها، بضغط عليها كده بيبدا يفتح لي نافذه. شايفين اهو دي فيها ايه؟ كل الحاجات بتاعتي. بصوا حاجات قد ايه؟ ومقسمها لي كاتيجوري او مقسمها لي ايه؟ فئات. شايفين يعني ايه؟ يعني مثلا بصوا ده هنا مثلا الحاجات الخاصه مثلا بالكوميونيكيشن بالتواصل وكده، زي ما انا نزلت اهي الايموجي اهي، في مثلا كل الحاجات الخاصه بالتواصل اهي يبدا ينزلها من هنا. في مثلا حاجات مثلا ايه الدوكيومنت ريفيو، يعني بيقسم لك هنا الكاتيجوري، انت عايز الفئات بتاعتك، انت عايز فئه ايه، وتبدا تشوف الحاجه اللي انت عايز تضيفها. مثلا education التعليم، بيبدا يجيب لي حاجات خاصه ايه بالتعليم. ببدا انا ايه اختار الحاجه اللي انا عايزاها من هنا الاول، وبعد كده ببدا ايه اضيفها من هنا. هو انا هجرب اضيف لكم واحده بس، يا رب ايه ما تكسفنيش وتتضاف على طول، علشان انا عندي الدنيا تقيله بس شويه. بصوا اهي ناخد مثلا اي حاجه، اختار مثلا اي حاجه مثلا ايه مش مهم الاضافه علشان خاطر النت، خلاص. انما عرفنا ان هي بتيجي من المكان ده. طيب تمام يا استاذ فوز، حاضر. خلاص من عيني. ماشي كده، يبقى انا ايه كده اخترت الحاجه الفئه اللي انا عايزه اجيب منها، وببدا ايه اختار اي حاجه من هنا زي ما ضفت ايه الويكيبيديا. لا الويكيبيديا هي اللي بتنزل معاها اصلا، زي انا ما ضفت الايموجي او ضفت اي حاجه. طيب ديت دي من هنا. دي بقى طب ايه؟ دي كده بيفتح لي الحاجات اللي هي ايه اللي موجوده اصلا. لو انا مثلا منزله حاجات كتير مثلا اد انز كتير، بيبدا ايه يظهرها لي هنا. في كمان لو انا بعمل مثلا كده، شايفين من دي اللي انا جبتها جيت اد انز ديت، بصوا هنا بيجيب لي ايه. ممكن اصلا انا محتاره انزل ايه، مش عارفه الحاجه دي لو انا هنزلها حلوه وحشه، انا مش عارفه. فببدا اشوف من هنا، شايفين ريتنج؟ ريتنج دي انا لما بضغط عليها بيبدا يوديني زي على الموبايل كده، لما باجي انزل اي تطبيق جديد بيهمني ان انا اشوف الريت بتاعه او التقييمات بتاعته، عشان ممكن يكون مثلا واخد تقييم وحش يبقى ما نزلش الحاجه دي اصلا. لا ممكن واخد مثلا بصوا هنا ايه 22، هنا 20، هنا 9 بس، هنا وهكذا. يبقى بيوريني كمان الريت بتاع الحاجه اللي انا هنزلها او الوظيفه اللي انا هنزلها دي كويسه ولا لا، حلوه ولا لا، عليها حاجات قد ايه، عشان ابدا ايه كانه بيساعدني اختار ايه وما اختارش ايه. يبقى دي حاجه جديده ما كانتش موجوده قبل ايه 2016. طيب حاجه تانية بقى دي اللي هي برضو جديده في 2016 اللي هي اونلاين فيديو. انا ممكن اجي كده هنا، بصوا معايا، انا ممكن اجي هنا كده وعايزه اضيف فيديو. طبعا المفروض ان انا اروح برضو على اليوتيوب افتحه، ماشي، بس مش هفتح عشان النت برضو للاسف. فبصوا انا هروح على اليوتيوب، دايما في اليوتيوب في لينك عندي فوق صح كده، اللينك بتاعي فوق دوت، باخده كوبي. دي حاجه سهله جدا، اللي هو شريط العنوان اللي فوق خالص باخده ايه كوبي، او باخد نسخه منه. وبعد كده بعمل ايه؟ باجي هنا هوت كده واقول له ايه اونلاين ايه فيديو، فبيقول لي طب حطي لي اللينك اللي انت عايزاه هنا. فببدا بس كل اللي انا بعمله بقف هنا واعمل ايه بيست او لصق، بلزق الايه اللينك اللي انا حطيته، فبيبدا يفتح لي فعلا الفيديو بتاع اليوتيوب ايه معايا ايه هنا. تمام كده، بلاقي اعملها. طب بسرعه يا استاذ فوزي، اوريها لكم بسرعه واحنا حظنا، ماشي ولا ايه؟ ماشي ماشي، مفيش مشكله. اتفضلي خدي راحتك خالص. ايه بس ربنا يسهل والنت بس اللي يبقى حلو ان شاء الله. ان شاء الله. طيب باذن الله. طيب هنزل بس كده، ادي الشاشه بتاعتي اهي، وهروح هنا ايه على جوجل تاني كده اهو، وهفتح يوتيوب. بسم الله الرحمن الرحيم. اي فيديو مثلا اهو، انا عايزه حدا بس اجيب حاجه ايه بسرعه كده صغنونه.
طيب ده مثلا يقول لي هو مثلا ايه ده مثلا ايه دقيقه مثلا. My name is Alex and I have سي مثلا انا هاخد اهو ده كده اهو خدت ايه كوبي منه اهو كنترول سي او اخدت كوبي منه وهبدا ارجع تاني. هبدا ارجع تاني للورد بتاعي اهو ماشي وهبدا اهو اجي على جيت انز اهي سوري اجي على فيديو اهو وهاجي اعمل هنا كده كنترول في ماشي واقول له انسرت. الله ان شاء الله يتحمل على طول باذن الله. طب الحمد لله كده واضح قدامكم الفيديو. لو جيت شغلت الفيديو دوت الفيديو ده شغال ماشي بس طبعا دي ايه نت يعني ان هو بس ايه التقل او كده دوت ايه نت ماشي الفيديو ده شغال. لا مش كده وبس لا ده انا بتعامل كامان كشكل النت شكل الفيديو بتاعي دوت كانه زي الصوره بالظبط. ببدا ايه بصوا ابدا اديها بقى ايه الـ الشكل ايه الجمالي اللي انا حباه ماشي كده. طبعا كل دوت ما كانش موجود قبل 2016 ببدا انسقه زي ما انا عايزه خلاص كده. يبقى زي ما بنسق ايه الصوره بتاعتي اهو ببدا انسق ايه الفيديو بتاعي ايه زي ما انا ايه عايزه. تمام كده يا جماعه. يبقى دوت ايه حاجه ما كانتش موجوده قبل 2016 دوت انا جبتها من فين؟ جبتها من فيديو ايه اونلاين. خدتوا بالكم من حاجه تانية؟ دايما لما تيجي بقى في الفيديوهات والصور والكلام دوت دايما لما اجي او الاشكال او كل الحاجات ديت دايما لما اقف عليها هتبص تلاقي ان هو ايه بيظهر لي. بصوا دي ما كانتش ظاهره قبل كده دي بيكتشر فورمات. انا قلت من شويه ان هو هيتعامل معاها كانها صوره فهو بدا يجيب لي الفورمات بتاعه الحاجه اللي انا واقفه عليها. لو واقفه على صوره بيبدا يجيب لي الفورمات بتاعه الصوره واقفه على فيديو بيبدا يجيب لي الفورمات بتاعه الفيديو وهكذا. فهو هنا اهو جاب لي ايه الفورمات بتاعتي عشان ايه دي جمع لي كل الحاجات الخاصه بالفيديو ده هنا. يعني انا عايزه اغير الاشكال بتاعته عايزه اغير بصوا الاضاءه بتاعته يعني بصوا يبقى فاتح غامق اغمق. بصوا اهو ببدا ايه اتحكم ايه شايفين زي الاوبيسيتي بتاعته كده ببدا افتح اغمق كده. كمان مش كده وبس لا ده انا ممكن اتحكم في الكالر بتاعه الفيديو بتاعتي انا عايزه الفيديو. بصوا شايفين اللون بدا يتغير معايا ازاي كل ده طبعا ايه بقى جميل جدا في 2016 سهل لي الدنيا ايه قوي. يبقى انا كمان بتحكم في ايه في الوان ايه الفيديو. تمام كده. طيب كمان بصوا يعني بصوا عارفين ايه زي اخدت حاجات من الفوتوشوب شويه يعني حدثوا لدرجه ان هم خلوا الحاجه بقت شبيهه حاجات انا كنت بعملها على الفوتوشوب الاول وبتطلع عيني هنا بقت بسهوله قوي بتتعمل في 2016. هنا بصوا انا جيت اهوت شايفين اللي هي ايه الارتستيك ديت الارتستيك. بصوا اهي بصوا شايفين انا هخلي الفيديو بصوا عامل زي الحاجات كل الحاجات دي الافكتات اللي هي اصلا كانت في الفوتوشوب. يبقى انا بدات ايه اتعامل مع الفيديو بتاعي الاونلاين بصوا بدات اجيب واعمل عليه افكتات وحاجات ايه رهيبه جدا ما كانتش موجوده قبل 2016. تمام كده. طيب ريسيت بيكتشر ديت دي بترجع لي افرضوا انا عملت افكتات كتيره قوي وعايزه ارجع للاصل تاني دايما لما اعمل ريسيت ديت يرجعني الاصل الحاجه زي ما انا كنت جايباها من اليوتيوب ايه تاني جايباها من الاصل بتاعها بيعمل لي ريسيت بينسى كل الايه الفورماتنج اللي انت عملته. تمام كده. طبعا هنا لو جينا برضو احنا قلنا دوت لو جينا هنا هوت البوردر بتاعي اصلا انا كمان ممكن اغير في البوردر بتاعي. بصوا ده انا ممكن اعمل له بوردر ده كده لو ملوش بوردر انا ممكن اعمل له بوردر عايزه اعمل بوردر مثلا بصوا عمال اغير في الوان البوردر بتاعي اللي هو البرواز بتاعي بمعنى اصح. مش كده بس لا ده انا ممكن كمان اروح اغير في ايه في الحجم بتاع البوردر زي ما انا ايه عايزه بالظبط. وممكن اختار ايه خطوط الداشز ديت دي ممكن انا اختار ايه خطوط ثانيه اشكال ثانيه. هسيبكم انتوا بقى تلعبوا في ده لان ده ايه ما فيهوش اي ايه حاجه ايه صعبه. طبعا الافكتات واللي اوت التخطيط بتاعه من بره دي ايه ما فيهاش اي حاجه ايه صعبه. طيب انا كده مثلا قائمه انسرت هنشوف ممكن نعمل حاجه ثاني في حاجه ثاني ممكن اعملها في انسرت. قال لي قائمه انسرت دي بتشتغل معانا جامد قوي. انا كده جبت ايه جبت فيديو اونلاين جبت الاد انز. تمام. ممكن كمان اجيب جدول ادي الجدول بتاعي اهو انا ممكن ايه بصوا اهو مثلا هعمل جدول اهو اخترت كام عمود وكم صف
اهو عملته كده. ممكن حد تاني ما يبقاش عايز يعمله كده، يبقى طبعا برضو ايه انا ممكن اكتب يعني في انسيرت، هبقى اجربها لكم بعد ديت على طول، ان انا ممكن احدد انا عايزه مثلا 3 اعمده ومثلا 15 صف، يبقى بحدد بكتب انا عايزه كم عمود وكم صف بالظبط عشان الجدول برضو بتاعي يتعمل على طول. تمام، ببدا اتحكم. اول ما عملته شايفين العلامة دي دايما اللي هتخليني كده، يبقى انا كده كأني حددت الجدول كله، يبقى انا اي فورماتنج هعملها او اي حاجة انا هعملها هتبدأ تتنفذ على الجدول بتاعي، لان انا كده ايه لازم احدد الحاجة او اقف عليها عشان يبدأ ايه الكمبيوتر او يبدأ الوورد يتعمل لي معايا. طب انا كده هو مجرد ما وقفت على الجدول بتاعي ظهر لي برضو زي ما قلت من شوية الحاجات الخاصة بالتيبل او بالجدول بتاعي، اللي هي الديزاين. لو انا عايزة العب في الديزاين بتاعي، الديزاين يعني ايه؟ بصوا التصميم بتاعي، بصوا هنا في اشكال قد ايه للجدول بتاعي، كل دي تصميم. بصوا انا عايزه بس اطلع لكم كده عشان انتوا تشوفوها، معلش نقفل ده كده اهو كده، ادي ده الجدول بتاعي، هخلي لكم يطلع بس فوق شويه عشان تشوفوه اهو، ادي الجدول بتاعي. هقف بصوا انا طول ما انا مش واقفه عليه مفيش الفورمات بتاعته فوق، اظهر الفورمات ديت ازاي؟ اجي كده اهو، اول ما العلامه دي ظهرت لي اهو وقفت كده اهو، بقيت انا كده واقفه على الجدول. مجرد ما وقفت على الجدول ظهر لي التابتين دول ما كانوش موجودين فوق، اللي هو تيبل ديزاين واللاي اوت. نشوف الاول التيبل ديزاين ديت فيها ايه. اول حاجه هنا فيها ستايلات كثيره قوي، اشكال كثيره قوي للتيبل بتاعي. بصوا انتوا خلي بصوا اهو، هو مصمم ان هو يوريكم الجزء ده بس اهو. بصوا انا مثلا عايزه الجدول بتاعي يبقى كده، هختار اي حاجه وخلاص عشان اهو بصوا. طيب انا لا الشكل ده مش عاجبني مثلا هعمل ده، وهكذا بيبدا اغير ايه التيبل بتاعي انا هعمل ايه فيه. ماشي كده يا جماعه. طيب انا هرجعه مثلا كده، ادي التيبل بتاعي. كمان انا ممكن ايه اعمل ايه شادونج لي، اعمل ظل او اعمل زي شادو كده ايه بالوانات ماشي للجدول بتاعي. انا ممكن كمان اتحكم في الخطوط بتاعتي بتاعت التيبل، يعني هقف برضو لازم عشان اتعامل لازم ابقى واقف على التيبل الاول، هبدا اتعامل ايه الستايل بتاعي او الخطوط بتاعتي، ابدا ايه اختار الحاجه اللي انا ايه عايزاها، يعني مثلا عايزاه يبقى سنجل، عايزاه يبقى لونه ايه، عايزه بصوا هبدا ايه ارسم مثلا. بصوا مثلا انا رسمت مثلا دي كده اهو اهو، بصوا اهو لو انا عايزه ارسم اي حاجه ندخل تاني كده عليها. انا اللاب بتاعي معلش قرفني جدا، انا اسفه جدا. يعني بعمل اهي شايفينها، بس هي صغيره قوي الحمد لله اتنفذت المره دي. بصوا شايفينها اهي، انا عملت ازرق دبل اهي، اتعملت ازرق دبل اهي، اللي تحتيها هو ابيض بس هي بتاع الماوس عندي عمال يعلق فمعلش. بصوا اهي دي اهي اتعملت ايه، يبقى انا اخترت ايه الستايل انا عايزاه هو زي ما اخترته ازرق هنا اتعمل ايه هنا، بس لازم طبعا دايما ابقى ايه واقفه على ايه الجدول بتاعي ومحدد ايه. تمام. طيب البوردر بتاعي دوت ده انت عايز الجدول بتاعك يبقى عامل ازاي، عايزه الخطوط بتاعتي تبقى عامله ازاي، يعني مثلا اهو كده اهو انا خليته كله كده. تمام، يبقى انا بحدد الجدول بتاعي اهو، هرجع كده تاني، انا بحدد البوردر بتاعي، البوردر اللي هي حدود الجدول بتاعي، انا ببدا افتحها وببدا ايه اختار اللون بتاعي الشكل بتاعي. بصوا اهو لو انا خلاص اخترت كده ببدا اغير ايه فيه اهي في البوردر. بصوا اهو انا هبدا اغير مثلا انا عايزه كده، طب انا مش عاجبني مثلا كل دوت مش عاجبني، ممكن اروح افتح من هنا ايه البوردر والشادو بتاعي، ببدا اهو اتحكم انا عايزاه مثلا يبقى بالاحمر، عايزه اشيل مثلا ده كده مش عايزه من فوق فيبدا يتشال، لا انا عايزه ازوده، لا انا عايزه مثلا الخط يبقى سميك كده بالتخن دوت، وهكذا زي ما انا عايزه ايه كل دوت ايه خاص بالبوردر ايه بتاع الجدول بتاعي. تمام كده، يبقى انا كده اتحكمت ايه في الجدول بتاعي، بتحكم فيه من هنا اقف عليه واحدده وابدا ايه ده الديزاين. اللي اوت بتاعي انا كده هبدا اروح على اللي اوت بتاع الجدول نفسه انا عايزاه ازاي، يعني مثلا عايزه ايه اجيب مثلا صفوف واعمده
تمام. طبعا دي بجيبها من كذا بكذا طريقه، بس انا مثلا عايزه اجيب صفوف واعمده، فببدا مثلا اقف كده واقول له انا عايزه مثلا ايه، هات لي واحد مثلا ناحيه ايه اليمين، هات يعني اعملي زي اللي انا مظلله، زي ما انا هظلل، انت هتظلل عمود واحد بس هيجيب لك عمود. يعني بصوا هرجع بالخطوه دي كده، بصوا لو انا مظلله مثلا ده كده ماشي، وجيت هنا قلت له ايه انسيرت، انا عايزه هو دايما راسم لك اهوت فوق الحاجه عشان برضو تعمل لها ايه معينه او تشوفها وانت بتعمل، انا عايزه واحد ناحيه اليمين، فبدا جاب لي ايه زود لي واحد فعلا ناحيه اليمين، عايزه ازود واحد عمود تاني ناحيه الشمال، عايزه اخلي صف لتحت، عايزه اخلي صف لفوق، وهكذا. دي انا ممكن اعملها من هنا، او ممكن لو انا حددت كده ماشي واعمل كليك يمين كده بالماوس بتاعي بيجي لي برضو لو انت عايز تعمل ايه انسيرت اهي نفس ايه الوظائف. يبقى انا دي ببدا اتعامل مع اللي اوت بتاع الجدول بتاعي، تمام كده. ده يا جماعه ايه برضو بسرعه كده سريعا سريعا على قد ما قدرت، يبقى بسرعه. طبعا هو الجدول لسه في حاجات تاني كتير قوي، بس على قد ما قدرت ان ايه يبقى ازاي انا اتعامل مع ايه مع الجدول وابدا اكتب فيه. آه طبعا لو انا عايزه دي برضو مهمه لازم اقولها لكم، لو انا عايزه مثلا كتبت خانتين كده سوري، وبدات عايزه اعمل بصوا شايفين دي ميرج سيل، انا عملت كليك يمين. ميرج سيل دي يعني دمج الخلايا، اصل ساعات انت مثلا بتبقى عندك عنوان كبير عايز تكتبه يبقى تحتيه متقسم الاعمده تحتيه، فانا عايزه ادمج الخليتين دول مع بعض، فبقول له ميرج سيل كده عشان يدمج لي الخليه، فابدا اكتب فيها ايه اللي انا ايه اللي عايزاه كله بقى، مثلا عنوان مثلا رئيسي ومتقسم تحتيه ايه حاجتين فرعتين. طب انا مثلا عايزه ارجع في كلامي تاني، مش عايزه مثلا ده، ممكن بصوا من لوحه المفاتيح عندي مثلا كنترول زد بيرجع لي دايما اخر ايه خطوه من هنا، او من اندو من فوق يبدا يرجعني وهكذا. ده كده ايه سريعا الايه الجدول. في حاجه بقى تاني مهمه قوي 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 في انسيرت، ايه هي؟ لو انا عايزه مش ساعات مثلا في النت واحنا فاتحين الفيس واحنا فاتحين النت واحنا فاتحين اي حاجه بلاقي ان انا ممكن أضغط على كلمة توديني مكان تاني، أنا ممكن أعمل ده. دي حاجة اسمها هايبر لينك أو ارتباط تشعبي، يعني أضغط على كلمة والكلمة دي تنقلني لحتة تانية. طيب نجربها مع بعض، أنا مثلا عايزة أخلي الكلمة دي كلمة هندي دي تعمل لي ارتباط تشعبي او تنقلني المكان تاني، فبروح اقول له انسيرت كده وبقول له لينك، شايفين لينك ديت اهي من الجروب اللي اسمه لينك، في لينك دي ببدا اضغط عليها فبيبدا يقول لي هو انت عايز تروح فين، انت عايز تروح فين، هقول له مثلا انا عايزه اهي الكلمه اسمها هندي، دي الكلمه الاول اللي انا اللي هي هتوديني، دي الكلمه اللي انا هضغط عليها ماشي، اهي كلمه هندي انا عايزاها توديني فين، عايزاها توديني مثلا فين فين فين. بصوا اهو احط هنا المفروض ايه اللينك بتاعي، احط هنا اللينك بتاعي مثلا عايزاها توديني سوري عايزاها توديني مثلا جوجل، او مثلا ممكن نجيب احنا اي لينك هي توديني ليه على طول، لو انا مثلا مش حافظه مثلا اروح ازاي مثلا لاي حاجه، فببدا بصوا بعمل كده اهو اهو ماشي، عايزاها توديني مثلا على اليوتيوب عامه، عايزاها توديني على اليوتيوب او توديني على جوجل كده ماشي اهو. انا عايزه امسح ده اهو، احنا معنا اللينك ده اهو مثلا اصلا اهو، ثانية واحدة معلش بصوا اخليها مثلا تروح لي عايزاها توديني مثلا على الفيس مثلا، خلاص كده ادي مثلا الفيس مثلا بتاعي، فهاخد مثلا اللينك كده اهو كنترول سي تمام، انا هقفل اهو دي خلاص اهو ماشي. بصوا كده هرجع تاني على الوورد بتاعي وهقول له انا عايزه كلمه داليا ديت اعمل لها لينك، فهروح اهو كده اقول له لينك، انا محدده كلمه داليا محدده سوري كلمه هندي اهو ادي كلمه هندي هتوديك فين، انت عايز تروح فين يا عم، هقول له انا عايزه اروح على اللينك ده وديني على الفيسبوك، وهقول له اوكي
ماشي كده. خدتي بالكم، خدتوا بالكم بقى الكلمه تحولت، بصوا ما بقتش بقى لا اتحطت تحتها خط، ماشي كده. طيب انا عايزه دلوقتي اتك على هندي دي توديني للفيسبوك، لازم اتك على كنترول من لوحه المفاتيح. بص او اول لما بقرب عليها كده لسه مؤشر الكتابه او الكيرسر بتاعي كتب عادي، لو ضغطت على كنترول ورحت على كلمه هندي بصوا اتحول المؤشر بتاعي بقى ايه، بقى علامه ايه اليد، فهضغط عليها اهي هتبدا فعلا تحمل وتوديني ايه للفيسبوك بتاعي. بس زي ما قلنا ان النت عندي هو اللي تقيل شويتين، ماشي كده. المفروض ان هي بتحمل وبتحمل صفحه الفيس ايه بتاعي، اتفقنا. يبقى انا كده رحت المكان ايه تاني او اديتني ايه وديتني هوت ايه على الفيس، على الفيس عامه. طيب بصوا بقى انا كده او انا دلوقتي عملت ايه، طبعا هو هنا ايه عايزني ايه اكتب، لازم اكتب الباسورد، والا كان اي حد بقى منكم يحط اللينك بتاع الفيس بتاعي يخش عندي. طبعا ايه ده ما ينفعش عشان دي حاجه شخصيه، عكس لو كنت ضغطت على اليوتيوب كان هيوديني على اليوتيوب على طول، اتفقنا. طب انا دلوقتي عايزه اعمل حاجه ثانيه، هنا انا اتعلمت اعمل لينك عشان يوديني للينك او لحته في مكان تاني. انا بقى لو عايزه اروح مثلا المستند بتاعي مثلا 50 صفحه، عايزه كل ما اضغط مثلا على كلمه كمال دي توديني مثلا للصفحه 3 او توديني للصفحه 4، نفس الاسلوب اللي انا عملته في لينك هعمله، بس ما اضغطش بقى على لينك، على حاجه اسمها ايه بوك مارك. بوك مارك دي يا جماعه، بوك مارك دي بتوديني لمكان بس في نفس ايه المستند بتاعي، هتنزلني مثلا صفحتين ثلاثه، هتنزلني صفحه ثانيه بنفس ايه الاسلوب. انا بدي هنا البوك مارك دوت نيم وليكن مثلا بصوا بدي مثلا ايه اف 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 مثلا كده، وابدا اقول له ايه اد، ماشي بيبدا ايه المفروض ان ايه يعمل لي ايه، ثانيه واحده خليكم معايا. كده اهو ادي اف اف اف، بس المفروض ان انا اقول له مثلا ايه هو نزلني ايه تحت كده ايه شويه، معلش انا اجربها تاني. ثانيه واحده انا هجيب ماوس تاني، ثانيه واحده. ايوه معلش بص معايا كده، لو انا عايزه مثلا اخلي ايه الكلمه دي اهي كده عايزه تنقلني لمكان تاني، انا هنا مثلا في الصفحه، انا دلوقتي اهو في صفحه ايه 4، ماشي اهو نطلع كده اهو انا عندي 4 صفحات، هظل دي كده وهروح كده اهي واقول له بوك مارك، بوك مارك نيم اهي، ثانية واحدة يا جماعة معلش أنا آسفة. مزرجنة لسه عاملاها بتعمل مزرجنة مش راضية تنفذ معايا، معلش أنا مش عارفة أنا آسفة. براحة حضرتك خالص، الأمور المعرض لها أي حد بالراحة خالص وعلى كده. طب أنا هسيبها معلش أنا آسفة، هسيبها وأرجع لها تاني لأن أنا مش عارفة هي ليه أصلا عمالة بعملها دلوقتي، معلش أنا آسفة مش راضية تتنفذ معايا.
ما اعرفش بقى الجهاز هو اللي فيه حاجه ولا انا اللي فيه حاجه مش عارفه، فمعلش انا انا اسفه هسيب دي وهرجع لها تاني البوك مارك، بس اعرفه بس دلوقتي مؤقتا ان انا اللينك ده بتوديني لمكان تاني، لينك بره المكان بتاعي وبره الصفحه بتاعتي خالص، والبوك مارك ده بتوديني مكان في نفس الصفحه، وهجربها تاني وهعملها لكم ان شاء الله. تمام. طيب الكومنت دي لو انا عايزه اكتب كومنت او اعمل كومنت، تمام، الهيدر والفوتر ديت لو انا عايزه اثبت حاجه اعمل هيدر في الصفحه بتاعتي، يعني ايه؟ يعني مثلا سي عايزه مثلا اخلي مثلا كل الصفحات بتاعتي فيها كلمه بسم الله الرحمن الرحيم مثلا، يعني او مثلا اداره مثلا التدريب مثلا بنظريه التربيه والتعليم في القاهره، فنجرب نعمل ديت ازاي مع بعض. استاذن حضرتك في تشهير الشاشه بس دقائق معدوده. اعمل ايه؟ انا اشير الشاشه دقائق معدوده. اتفضل اتفضل ثانيه واحده. الله يكرمك يا رب. اعمل ستوب شيرنج لحضرتك. ايوه لغايه بس ما حضرتك تشوف النقطه اللي عدت. اوكي. تمام. حاضر. هنشير الشاشه بس علشان لو معانا اعضاء جدد يعني يتعرفوا على القناة وازاي يوصلوا ليها. طب حاضر ماشي. اوكي تمام. بالنسبة للزملاء المشتركين معنا والمتابعين لفريق الاحتياجات التدريبية، عارفين مواقع الفريق ومواقع التواصل الخاصة بالفريق، أما الزملاء الجداد والأول مرة يحضرهم بنعرفهم إن ده التليفون بتاع مسؤول الفريق للتواصل الشخصي إذا فيه أي شيء أو راغبين في أي أسئلة أو استفسارات، ده التليفون ممكن يتواصل من خلاله. هترك بس لحظات كده للي عايز يكتب التليفون. هو عبارة عن 0021050538871. كمان عندنا المواقع الخاصة بالفريق ممكن الوصول لها من خلال الباركود الخاص بمواقع التواصل الاجتماعي. أنا رضا عليكم لحظات. ده الباركود الخاص بالإنستجرام، إما إن أنت تاخدها صورة سكرينة وبعدين تبقى توصل لموقع الإنستجرام الخاص بالفريق من خلال الصورة، أو تلتقطها الآن إذا حبيت. ده برضو الباركود بتاع تويتر. دي صفحة الفيسبوك الخاصة بالفريق. ممكن سريعا تاخد لها سكرينة وبعدين تبقى تمسح الباركود فيما بعد.
استاذ فوزي لما تخلص وقت ما تخلص بقى انا جربتها واشتغلت. هي ما اعرفش كان حظي معاكم واحنا مش عايزين تشتغل قدامكم. لا 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 عادي عادي احنا لا 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 الامور اللي في النت وفي المعلومات بيبقى احيانا الجهاز يحصل له حاجه. لا انا كمان عشان عارف عمال اقول بسرعه بسرعه فانا موتره نفسي بالسرعه. لكن لا 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 اكبر قدر ممكن انت فاهمني فجربتها ما شاء الله المعلومات حاضره وسريه ومتمكنة. ولو قعدنا نقول للصبح فما شاء الله الكل لابس والله. بس هي السرعة وحشة السرعة الورد المفروض يتقال بالراحة بس أنا عايزة أقول لهم أكبر قدر ممكن. معليش هم يعني إن شاء الله في خلفية كبيرة ولكن بنطلع من اللقاء إن شاء الله بمعلومات كويسة جدا الكل استفاد. أنا نفسي شخصيا استفدت من بعض النقاط جميلة جدا وحلوة إيه ان شاء الله المعلومات حلوه جدا أنا جدا انا نفسي انا عن نفسي اكتر واحده مستفيده بالجروب بتاعكم بصراحه جميل. يعني انا شرف لي ان انا دخلت معاكم اصلا. الله يعزك يا رب. ده الباركود بتاع الواتساب. ده الخاص بقناة اليوتيوب اللي بينزل عليها التسجيلات كلها وبنحاول بقدر الإمكان إن ننزل التسجيلات سريعا إذا لم يقابلنا أي عقبات. فيعني أحيانا نتأخر في تنزيل التسجيل بتاع القناة بتاع اللقاء نظرا زميل مثلا اتصل وقال ان انا فتحت الكاميرا وصورتي ظهرت فبنضطر نحوش بعض الحاجات اللي ايه يعني اللي ممكن تسبب اي مشكلة او اي قلق. يعني ده الصفحة الخاصة بالتليجرام الخاصة بالفريق. بنشكر الجميع على حسن الاستماع وتحملكم لمشقة السهر والانتظار مدة طويلة في اللقاءات. بنشكر الجميع وتفضلي أستاذة شياري واشتغلي تفضلي. دوت المستند اللي احنا كنا شغالين عليه انا بقى كنت عماله اعملها مش عارفه مش قادره تعمل ايه بصراحه بس اهو عملتها تاني. زي ما قلت لكم انا ايه حددت الكلمه حددت الكلمه اهو انا عايزه مثلا ايه اعمل ايه